ايوه ايه هي. لا 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 بقى لازم اديلي حجز. ايه هي. لازم اديلي حجز متوه. نستعد باش نسافر. ها؟ لا يا بابا لا. الصحة أهم من الفلوس. كيف ما ما تقولش. لا خلاص. هو هذا اللي قلته لك. نافد بالحرف الواحد. ايه هي. رد بالك راهو يا صلاح. الموضوع سري للغاية. اوكي؟ صح مش الحكاية. هذا شنو يخطط من وراي؟ طيب طيب ايوه في شكون كنت تتكلم؟ كنت تتكلم في صلاح الاحمر. اه باه وباهي شو كنت تقول له في نسمع فيك تقول له سري للغايه. وقتي روحك نبو نسافروا وضروري جدا جدا والموضوع لا يحتمل التاخير. علاش؟ على خير ان شاء الله وانت ديما هكي شايطه فيك النار شن في يعني شنو حكايتك وبعدين تعال هنا بلا قول لي تو انت مش عارف المشكله اللي احنا عايشين فيها يعني المطارات يعني كلها مفتوحه قدامك ما هي كلها مسكره من هم الكورونا هذه ما هو تو تفرجت تو تفرجت باذن الله تعالى ونبو نستعد ولازم تكوني حتى انت مستعده ووتي روحك راهو نبو نسافروا والموضوع راهو ممكن يطول ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا ثمانيه اسابيع تعال هنا توا شوف فيك ما شاء الله عليك صحتك لاباس عليك هذا شنو حكايه الراجل هذا ها اني نبي نفهم هذا شنو حكايته يبي يسافر ويخطط وهو وصلاح لا والله ما نفوتك ملاني بنسيبك يا طيب تمشي بروحك تي شيء والله بعون الله اللي رجل على رجلك ما نبيش حتى حاجه تفوتني ايه حتى انا زاهيه ايوه يفوت علي ايوه خلاص باه الحمد لله ايه 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 خلي المصرف يحول المبلغ غادي ايه بارك الله فيك لا ماشيه معاي ماشيه معاي وانا نقدر نخليها خلي اقل ما فيها تمشي توسع خطرها بعدين الواحد مش عارف الدنيا شن فيها باي بارك الله فيك يا صلوحه صحيت بارك الله فيك منور منور شن في؟ شو الحكاية؟ شن في؟ لا خلاص وتي روحك يا ماما نبو نسافر إن شاء الله للعلاج للعلاج؟ أيوة. علاش خير كنت ما شاء الله على صحتك لا بس عليك الله وحد عليك توا شنو يا زاهية مدايرة روحك ما تندريش به يعني ومنين نندري؟ يعني شنو العصفورة مثلا قالت لي يا زاهية في كذا وكذا تبدا خيرك هيك شنو حكايتك زي جابس بوند تقول عليك مختفي وشن تاني في هلبة حاجات ونسيتها توني باهي باهي بارك الله فيك قلت لك لازم نبو نسافروا لازم نبو نسافروا يا ماما ضروري نبو نسافروا شنو داير روحك ما تندريش مش البارح كحيت البارح كحيت البارح كحيت وكن هذا كحيت حاجة كبيرة يعني كحة صغيرة ومشت علاش ما تكونش كحة الكورونا ولا متاع السرديك ولا متاع الوز ولا متاع الهوهو متاع الكلاب الشر برا وبعيد علينا بعيد السو عليك وعلينا بعيد السو والله ما فيك حاجة ها ما شاء الله عليك زي ما قلت لك غير انت عندك الوسواس الخناس بس لا 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 وسواس لا قلدي الموضوع ما يتحملش لا 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 التأخير يعني مادام هيك لازم ما نمشوا نديروا كشف ونطمنوا على روحنا ونروحوا بسلامة لا حول الله توا معقوله يا طيب على خاطر كحه كحه صغيره هكي كبرها تبي تسافر من بلاد لبلاد لبلاد على خاطر لا حول الله اما انت والله لا خلاص عليك راهو حالتك بالهون جديات شنو ما تندريش مش البلاد مفتوحه من كل الجهات وعايشه في حاله الفوضى ان شاء الله ربي يفرج عليها وبعدين هذا كله ما فيش طير جاي من افريقيا ولا ماشي لاوروبا والا العكس وجاي مع المرض ما فيش واحد يبي يهرب خلسه وجايب معاه المرض من افريقيا خلاص قولي تخدنا يا طيب الحمد لله بلادنا صح احنا جاها الوباء لكن الحمد لله جانا خفيف يعني احنا راهو عندنا مركز متخصص في هذا الوباء ايه وعندنا ما شاء الله دكاترة الحوت عليها متخصصين في كل شيء خيرك انت تشك في الدكاترة متاعنا ومستشفياتنا صح في حاجات ناقصة لكن والله توا في هالأزمة ما شاء الله عليهم واقفين
خير؟ شفتيني؟ شفتيني كيف نكح؟ شفتيني كيف نكح؟ خلاص وطي روحك يا ماما، ولازم نسافروا ولازم نمشوا بإذن الله تعالى، نطمنا على روحنا ونروحوا بسرعة. اسمع، أجتني فكرة. شنو؟ شو رأيك نكلم صاحبتي الدكتورة وصال؟ هي. دكتورة وصال الله وحد عليها شاطرة 100%. أنا توا نتصل بيها وناخذ لك موعد معاها وتمشي لها وتدير كشوفات وتدير تحاليل. استنى عليا ونعرفك عاد أنت شنو حشيشتك، نعرفك عاد. ندي لك شوية يحنى القرفة وندي لك شوية جنجبيل وندي لك الحاجات هذه كلها بخرابيش العربية، حتى ندي لك خروع نزل بي صدرك، وان شاء الله باذن الله تبرى وتنود لا سولا سويه. ها قول قالتها زاهيه. ايه الدحيه ما تقول طق الا وفيها شك. الحمد لله. باهي اسمع. ايوه غير جوك توا ان شاء الله خير. قولي ايش انت بتقولي، يلا فكيني. نبيك نقول لك المثل الشعبي. هاي تفضلي. درهم وقايه. درهم وقايه. درهم وقايه. درهم وقايه. والصحة تاج على راس الأصحاء. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مارتين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.